أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا مثل هذا الغراب، هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم.